كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد 19. استمعنا جميعا بالأمس إلى كلمة مؤثرة أبوية من خادم الحرمين الشريفين. هذه الكلمة كانت عميقة جدا في استشعارها لحجم المصاعب التي يمر بها العالم في هذه الجائحة العالمية. هذه الكلمة حملت عدة معاني تؤكد على أن المملكة العربية السعودية تجعل صحة وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها أولوية عالية جدا. الكلمة كانت فيها معاني كبيرة تدل على تمسك هذه البلاد بإيمانها بالله سبحانه وتعالى، ثم بثقتها بأن هذا المجتمع بقوته وثباته سيساهم بأن تكون جهود هذه الدولة بإذن الله تعالى ناجحة في مواجهة هذه الجائحة العالمية. خادم الحرمين الشريفين أكرم القائمين والعاملين من كافة الجهات وخص العاملين في المجال الصحي بشكره. هذا الشكر يحمل معاني كبيرة وبث حماس كبير ورفع مستوى المسؤولية عند الجميع إلى أعلى المستويات للقيام بواجبهم تجاه صحة هذا المجتمع. فشكرا لخادم الحرمين الشريفين. حول العالم لا تزال الدول ترصد مزيدا من الحالات، لا تزال الدول تزداد في عددها لمن ترصد وتظهر فيها حالات جديدة. 245 ألف حالة حول العالم مؤكدة للإصابة بهذا الفيروس. عدد الحالات التي تعافت 86 ألف حالة، والتي توفيت حوالي 10,000 حالة. هنالك دول رصد فيها ارتفاع مضطرد في عدد حالات الوفيات، في عدد حالات الأزمات والضغط على القطاع الصحي. تأثرت عدة أطياف لأعمار مختلفة، ولكن كان التأثر في كبار السن أعلى في بعض الدول، خاصة فيما سجل في الدول الأوروبية. هنالك بعض الدول لاحظنا بأن لديها مقاطعات أو ولايات قامت بتعليق الدخول أو الخروج منها بشكل مكثف، وهذا يدل على أن العالم بدأ يتأثر بشكل ملحوظ بهذه الجائحة. كل ما كانت استعدادات الدول مبكرة كما أوصت ونصحت منظمة الصحة العالمية، وكما بادرت دول محدودة في العالم بأن تضع أعلى مستويات التدخل المبكر الاستباقية للحد من انتشار هذه الجائحة أو هذا الفيروس، كل ما كان بإذن الله المجتمع سيكون في حالة أفضل لمقاومة ومواجهة انتشار هذا الفيروس. في المملكة العربية السعودية الحالات المؤكدة 274 حالة. هذه الحالات المؤكدة التي تم الإعلان عنها منها 135 حالة للذكور و 139 حالة للإناث، ومجمل المصابين من هذه الحالات هم لبالغين باستثناء 7 حالات لأطفال. طبعا الحالات من بينها 175 سعوديين و 99 من جنسيات مختلفة أخرى. ارتبطت معظم هذه الحالات بالسفر، حيث أن عدد 197 منها ارتبط بالقدوم من خارج المملكة العربية السعودية أو المرور بدول ظهر فيها انتشار أو بؤر تفشي لهذا الفيروس. وتوجد حالة لممارسة صحية واحدة سجلت في الرياض، أعلن عنها زملائنا الكرام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. التقصي مستمر، والاستقصاء الوبائي والحصر للمخالطين لهذه الحالة أسوة بغيرها من الحالات مستمر. المؤشرات والبيانات والمعلومات الأولية تسير باتجاه بأن هذه الحالة اكتسبت العدوى من خارج المنشأة الصحية، والإجراءات مستمرة في إجراءات مكافحة العدوى والصحة العامة والطب الوقائي حيال هذه الحالة. بقية الحالات هي لحالات مخالطة مجتمعيا لحالات مصابة سبق الإعلان عنها. الفحوص المخبرية المتقدمة مستمر إجراءها، يتم عملها بنطاق واسع. حتى الآن تجاوز عدد الفحوص المخبرية 16,000 فحص مخبري، كلها بحمد الله تظهر بأن الحالات سليمة باستثناء 274 حالة التي تم الإعلان عنها فقط كحالات مؤكدة. فيما يتعلق بالحجر والعزل الصحي، إجمالي من تم إجراء هذا التطبيق الوقائي لهم قرابة 10,000 شخص، منهم من تجاوز الفترة اللازمة وخلت
فحوصهم وأظهرت بأنهم سليمين من هذا الفيروس وتم خروجهم. البقية خاضعين لاستكمال الفترة اللازمة في الحجر الصحي حتى الاطمئنان عليهم، وأيضا ثبوت خلوهم من هذا الفيروس بالفحوص المخبرية بمدة لا تقل عن 14 يوما، وهم حتى ذلك الحين في ضيافة وزارة الصحة، وحريصين بإذن الله على أن يكونوا في أفضل حالة وتقدم لهم أفضل مستويات الخدمات وتقدم لهم الرعاية والمتابعة الطبية والصحية اللازمة. مستمرين بالتوصية والتأكيد على أن المجتمع عليه أن يتقيد بالخطوات التي سبق الإعلان عنها ونكررها باستمرار ونحث الجميع عليها، بأن يلتزموا بإجراءات النظافة الشخصية، البعد عن المصافحة، المداومة على غسل اليدين وغيرها من السلوكيات الصحية الهامة. ثانيا، التزام البقاء في المنزل قدر الإمكان، الخروج من المنزل يكون فقط في أضيق الحدود وللضرورة، والبعد عن التجمعات والاجتماعات بكافة صورها. هنالك ملحظ أن تكون بعض الحالات اكتسبت من مخالطة في تجمعات عائلية أو مناسبات اجتماعية، وهذا أمر خطير نحذر الجميع منه. ثالثا، من لهم توصيات أو تعليمات أو قدموا من خارج المملكة العربية السعودية، البقاء في الحجر والعزل الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوم، وأجدد التأكيد ما تقل يوم واحد عن 14 يوم، أمر مهم جدا. طبعا مستمرين بإتاحة كافة المنصات ووسائل التواصل والبوابات للتواصل مع مجتمعنا للحصول على المعلومة الصادقة والموثوقة. وزارة الصحة من خلال مركز التواصل 937 على مدار الساعة تجاوز 250,000 من استفادوا حتى الآن من خدمات هذا المركز، ومستمرين في تقديم الخدمات. التطبيق الذي أعلننا عنه بالأمس وتم تدشينه، بحمد الله هنالك من أقبلوا واستفادوا عليه، بالآلاف استفادوا منه. نأمل بإذن الله أن الجميع يبادر بالاستفادة من هذه الخدمة على التطبيق للتقييم الذاتي لوجود أي أعراض لهذا الفيروس لهم أو لأحبابهم من التابعين لهم المسجلين في هذا التطبيق. ختاما، نتمنى للجميع الصحة والسلامة والعافية، وبإذن الله الجميع يتكاتف ويكون مسؤول في التقيد بهذه التعليمات، لنكون جميعا إن شاء الله بإذن الله في صحة وسلامة إن شاء الله. فضل. شكرا لكم دكتور، يعطيكم العافية، أتمنى للجميع الصحة والسلامة. لا زال هناك يعني الكثير من الرسائل المتبادلة عبر يعني جروبات الواتساب تقريبا، اللي تحكي عن يعني حالات عدم التزام بالحجر الصحي المنزلي، خلينا نقول سواء خروجهم إلى خارج المنزل أو يعني استقبالهم لأشخاص ربما يتم مخالطتهم، وبالتالي يعني رفع هذه الأرقام لا سمح الله إلى أرقام مخيفة. هل تقترحون أو هل تبحثون مع بعض الجهات المعنية إيجاد آلية معينة أكثر ضبطا لعملية المخالطين؟ شكرا لك. طبعا فيما يتعلق بالعزل المنزلي وبقاء الحالة منزليا بشكل ذاتي التزاما بتطبيق هذه التوجيهات، أو بشكل عام احنا نقول للجميع أن يبقوا أكثر وقت ممكن في المنازل ويقللوا من الخروج، بس اللي في حالة عزل منزلي عنده أمور أخرى إضافية، وهي أن يحاول أن يعزل نفسه في غرفة داخل المنزل. إحنا ما نتكلم بس أنه يكون في المنزل، في غرفة داخل المنزل، ما يحتك بالآخرين قدر الإمكان. إذا كان ولا بد أنه يخرج أو يتنقل أو يتجول يكون عليه كمامة، بحكم أنه مفروض عليه إجراءات عزل منزلي، وهذا يختلف عن من فقط نقول له التزم ببقائك في المنزل تحوطا. هذا إجراء تحوطي إضافي واحترازي إضافي للحالة اللي قادمة مثلا من خارج المملكة العربية السعودية. السلوكيات الصحية مهمة، عدم مخالطة الآخرين بأي أغراض شخصية، كلها أمور جدا حازمة ومهم أن نتقيد فيها. لا نريد أبدا أن نسمع عن حالات مثل ما سمعنا عنها لانتقال عدوى لأقارب أو أحبة من حولهم في منازلهم. طبعا هل ممكن أن ننتقل إلى إجراءات أقصى؟ من يخالفون هذا الإجراء لا شك أنهم ليس فقط سيخسرون أمور تتعلق بحمايتهم وحماية محبيهم، وإنما هم أيضا يخضعون لأنظمة موجودة في البلد لو قاموا بتعريض أنفسهم أو الآخرين لمخاطر. هذه الإجراءات تبث من خلال القنوات والأجهزة المعنية بتمكين الأنظمة. التقييم مستمر للسلوكيات الموجودة في المجتمع سواء كانت في تجمعات أو التزامات أو غيره. متى ما وجدت الجهات المعنية بأن هذه التقييمات مرتفعة في مخاطرها دائما ستتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. الدكتور، البعض يتحدث أن هناك في تأخر
في شفاء بعض الحالات التي أعلن عنها الإصابة من وقت مبكر من أكثر من أسبوعين، هل هناك صحيح هذه، هل هذه المعلومة صحيحة، وما هي خطة العلاج لهذه الحالات؟ فيما يتعلق بالمدة اللازمة لتعافي الحالة أو شفائها من بعد إصابتها بالفيروس، خلونا نفرق بين أمور مهمة. الحضانة هي الفترة اللي من اكتساب الفيروس، يعني من أخذ العدوى من شخص آخر مثلا، إلى بداية ظهور الأعراض على المريض، هذه فترة الحضانة. قد تأخذ لها يومين، قد تأخذ لها أكثر من ذلك، إلى 12 يوم 14 يوم تبدأ تظهر الأعراض. إذا ظهرت الأعراض هنا دخلنا في مرحلة المرض وليس الحضانة. المرض لا يلزم أنه يكون أسبوعين، قد يكون أقل وقد يكون أكثر، يعتمد على عدة عوامل. هل الإنسان عنده أمراض مزمنة أخرى؟ العمر له دور؟ هل الإنسان مناعته مناسبة ولا طبيعية ولا منخفضة؟ وأساسا عنده قصور في مستوى مناعته، أو مناعته مضطربة، أو مناعته فارطة وزائدة عن الحد فيتفاعل الجسم بردة فعل قوية. كلها أمور مختلفة. حالة الرئتين والقلب تؤثر جدا. بعض الحالات اللي على التنفس الصناعي مما رصد في الدول في العالم سبقتنا في مرحلة أنها اكتسبت هذا المرض، وعندنا الآن ملاحظة ومراقبة دائمة لما يستجد لديهم، نعرف أن الحالات امتدت حتى 4 إلى 6 أسابيع على التنفس الصناعي. لاحظ هذه ليست فقط فترة التشافي والتعافي، هذه فقط على التنفس الصناعي، فمعناته أن المرض قد يمتد إلى أسابيع وقد يكون أيام للتعافي منه، بناء على عدة عوامل تتعلق بمستوى الصحة والعمر وغيره من العوامل عند الشخص الذي اكتسب المرض. لكن النقطة اللي أركز عليها أنه فترة الحضانة شيء وفترة المرض شيء آخر. السلام عليكم، أحمد القرني، جريدة الجزيرة. دكتور، هناك علاج البارحة أعلن عنه في أمريكا وبدأ تطبيق ديرمسفيد، وماذا عن هذا العلاج وتواصلكم مع الدول الأخرى؟ سؤال آخر، هناك معلومات أو تصاريح إلى أنه من غدا سيتم منع السيارات الأجرة والباصات داخل المدن، فما تعليق مع ذلك؟ شكرا. فيما يتعلق بالمعالجات، هنالك طبعا بعض الأدوية التي هي معروفة أصلا ومستخدمة ومتوفرة في المملكة العربية السعودية وفي عدد من الدول، وتستخدم لحالات مرضية معروفة أخرى ليس لها علاقة بالفيروس، ولكن وجدوا من تطبيقات طبقت على عدد محدود من الحالات تحت التجربة السريرية بأنها مؤثرة بشكل إيجابي. عندنا المركز الوطني للوقاية من الأمراض، ولجان وطنية تتعامل مع الأمراض المعدية وبعضها مرتبط به، ولجان متخصصة في العلاجات والدوائيات ترصد دائما كل المتغيرات وكل المستجدات في هذا الموضوع، ومن ضمنها هذا الأمر، وبعض الأدوية التي بدأت تظهر البيانات والمعلومات بأنها قد تكون مفيدة للتعامل مع الحالات أو تخفيف وطأة هذا المرض على الحالات خاصة المتقدمة والتي تأثرت بشكل حرج، وفعلا بدأوا يضعونه في البروتوكولات، وفور اعتماده سيكون قابل للتطبيق على أي حالة تحتاجه. طبعا مع ملاحظة أن الأخلاقيات الطبية للتعلق بالتجربة السريرية أو البحث العلمي دائما وأبدا متمسكين بالتقيد فيها، لأنه لن يتم تطبيق أي شيء على من هم مواطنين أو مقيمين في هذا البلد إلا وإحنا متأكدين تماما من أنه يتوافق مع أفضل الممارسات العلمية وأدبياتها. فيما يتعلق بالشق الآخر أو السؤال الآخر اللي ذكرته اللي يتعلق بالحركة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية، ما أعلن عنه من خطوات تعلق هذه الأمور لمدة أسبوعين، هي خطوة إضافية احترازية تفيد الجميع، تقلل من الحركة ما بين المدن وما بين المحافظات، وهذا يؤدي إلى أنه يكونون الناس في حالة أكثر من قلة التحرك وقلة الاحتكاك والديستنسينج الاجتماعي أو المباعدة الاجتماعية اللي تحفظ للفرد وللمجموعات الصغيرة أو حتى المجموعات الأكبر سلامتها وأمانها الصحي. خطوة أيضا تضاف وتحسب للمملكة العربية السعودية في خطواتها الوقائية في مواجهة هذا الفيروس وانتشاره. لا نريد أن يكون أي أحد ضحية لتجمع غير مسؤول أو لتنقل غير مسؤول أو الاحتكاك بين الآخرين بشكل غير مسؤول. جميعنا مسؤولين، وبإذن الله نلتزم بهذه الخطوات التي وضعتها الحكومة في بلادنا. طبعا قد نرصد ملاحظات استثنائية، لكن الأغلب نشكرهم حقيقة على التزامهم، ضربوا أمثلة رائعة جدا. نشاهد البعض ينشر يعني كيف قاعد يمارس سلوكيات جديدة وأمور ماتعة وأمور نافعة جوا المنزل مع أهله وذويه،
البعض نسمع حتى أنه تجمعات لأصدقاء لسنوات مستمرة ما انقطعت بدأوا بمبادرة أنهم يقولون لا خلونا لمصلحتنا حتى وإن كان لنا 30 ولا 40 ولا 50 سنة مجتمعين نلتقي أسبوعيا نؤجلها لوقت آخر لسلامتنا جميعا وحتى يتناقلونها ويفخرون فيها. وهذا حقيقة أمور مشرفة في مجتمعنا وسعداء بأن نحن نسمعها لأنها جدا مسؤولة. بعضهم حتى استعاض عنها بطريقة أنهم يكونون على وسائل تواصل مرئية ومسموعة عن بعد بدلا من أنهم يكونون في تجمع. احنا بنشكر جميع من لا يكونون في تواجد خارج منازلهم قدر الإمكان. حتى في عندنا إعلان يمكن تلاحظونه في الطرق، واتمنى انكم ما لاحظتوه اذا كنتم ما مشيتوا في الطرق. شكرا للي ما شافوا هذا الاعلان اصلا بانهم كانوا في منازلهم. يعطيكم العافيه، شكرا لكم جميعا.